ولكن يعني دعنا يعني نتساءل دكتور ناصر، يعني ماذا سيفيد ذهاب أبو مازن؟ يعني هل إذا ذهب أبو مازن في نفس اليوم سيتغير الوضع الفلسطيني، سيمتنع نتنياهو عن عدوانه، سينهي عدوانه على قطاع غزة؟ بالطبع لا، لأنه موضوع مش موضوع سحري يعني، لكن هذه بداية الطريق، بداية التغيير، أن يكون هناك قيادة جديدة، وأن يكون هناك دماء جديدة، وأن يكون هناك تكتيكات جديدة وهزيمة جديدة، كل هذا يقود إلى موقف جديد. على كل حال نحن نحتاج إلى تغيير في السياسات، ليس فقط تغيير في الوجوه، الموضوع الأساسي هو تغيير في السياسات وفي المواقف. نحتاج إلى علاقات مختلفة، علاقات وطنية مختلفة، وعلاقات مع العالم العربي تكون مختلفة وتقوم على أساس الثقة والتقدير والمحبة. يجب أن نحقق نوع من أنواع التوافق الوطني مثلا على الخطوات القادمة، سواء كانت حكومة أو غيره، يجب أن نحقق ذلك الإجماع العربي. هذا كله غير ممكن في ظل هذا الكلام الفارغ اللي احنا شفناه، هذه الكارثة المستمرة لمدة 15 سنة. طيب التغيير، يعني الكلمة السحرية والمفتاح الذي يعني ربما أشرت إليه لكي يتغير الوضع الفلسطيني والمشهد الفلسطيني، ذهاب القيادة الحالية، ولكن من البديل في القيادة الحالية الذي يمكن أن يحل محل أبو مازن؟ شوف، الموضوع ليس موضوع أشخاص، أنا قلت هذا قبل شوي، وما كمان بالنسبة للبديل الموضوع ليس موضوع أشخاص، الموضوع النظام السياسي. عندما يكون هناك وضع ديمقراطي، عندما يكون هناك انتخابات، عندما يكون هناك وضع انتقالي يقوم على أساس التوافق الوطني، معنى ذلك نحن بدأنا خطوات جدية بالاتجاه الصحيح. هذا هو الموضوع الأساسي، موضوع النظام السياسي وليس موضوع الأشخاص. وأنا بصراحة يعني لن أذهب إلى لعبة الأسماء ومين فلان ومين علان والكلام اللي ولكن رجل الشارع العادي الذي يعني يستمع إليك الآن دكتور ناصر سيتساءل أيضا، طيب يا سيدي سيذهب أبو مازن، من سيكون، من ترشح أنت، من يعني يمكن أن يحمل الدفة؟ خلينا نتفق أولا على تغيير النظام السياسي، على طبيعة التغيير المطلوب، طبيعة التغيير المطلوب بالاتجاه الديمقراطي وباتجاه الشراكة وباتجاه التوافق الوطني. إذا حققنا ذلك نكون قد أنجزنا إنجازا هائلا، ومن ثم يمكن لأي شخص نختاره نتوافق عليه يمكن له أن يقوم بالمهمة المطلوبة. ما هو النظام السياسي الذي يعني تقترحه؟ حتى يعني لن أسألك عن أسماء، أسألك عن ملامح هذا النظام. النظام السياسي ديمقراطي، هذا النظام القائم، خلينا نراجع مع بعض، مش صار الانشقاق في عهده، الانفصال بين غزة والضفة الغربية، مش هزمت فتح على أثناء هذا النظام قبيل هذا الانقسام الذي حدث، مش صار تدمير للمؤسسات الفلسطينية بشكل كامل سواء كان في منظمة التحرير أو في السلطة الفلسطينية، مش صار في فساد، ومش صار في تغييب للديمقراطية وتغييب للقانون وتغييب لحقوق الإنسان وكل المصايب اللي احنا شفناها، هذا كله حصل. وبالتالي لم تعد القضية الفلسطينية قضية محترمة ومحببة لدى المواطن في هذا العالم بشكل عام، سواء كان العالم العربي أو العالم بشكل مطلق. طبعا الحرب غيرت جزئيا هذا الكلام، وكان من الممكن وكان من الواجب أن نكون جاهزين لكي نسهم حقيقة القيادة الفلسطينية في الاستفادة، في الاستفادة من هذا الدم المسال وتحويله إلى مكاسب وطنية لمصلحة شعبنا في كل مكان.